السيشن اللي جايه بعنوان ثايرويد اند وومن هيلث ديزيز. معانا الاستاذ دكتور مجاهد ابو المعن، عنوان المحاضره ثايرويد اند اسيستد ريبرودكشن. اتفضل يا فندم. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انا هتكلم النهارده على موضوع غايه في الاهميه، وهو علاقة الثايرويد ديس اوردر بالاسيستد ريبرودكشن، خاصة بعد ما كترت قوي الاسيستد ريبرودكشن تكنيكس، واصبح هناك علاقة طردية ما بين الثايرويد والسب فيرتيليتي وتدخل الاسيستد ريبرودكشن. وكمان بدأنا نشوف الاسيستد ريبرودكشن تكنيكس كان ليد تو ثايرويد ديس اوردرز، سواء سب كلينيكال هايبوثايروديزم اور ايفن اوفرت هايبوثايروديزم. فاصبح هناك علاقه مرتبطه بين الاثنين، الثايرويد لها علاقه كبيره بالسب فيرتيليتي، ونفس الاسيستد ريبرودكشن تكنيك كان انديوس ثايرويد ديس اوردرز. فعشان كده في باي دايركشنال واي في القصه اللي موجوده معانا. ولاحظنا كمان كتير جدا ان قبل ما بنعمل الاسيستد ريبرودكشن بنلاقي الاوتو اميون ثايرويد ديس اوردرز بنسبه كبيره جدا، وبعض الكوميونيتيز فيها الاوتو اميون ثايرويد ديس اوردرز ممكن تزيد عن 10% من البوبيوليشن. عشان كده الموضوع غايه في الاهميه. كمان عندنا مش كده وبس، الموست اندوكراين ديس اوردرز ان ريبرودكتيف ايج اوف فيميل هو البوليسيستيك اوفيريان سندروم والايديوباسيك سب فيرتيليتي. لاحظوا ان العيانين بتوع البوليسيستيك اوفيريان سندروم واللي عندهم ايديوباسيك سب فيرتيليتي، ما احناش عارفين الكوز، وده كتيره جدا مش قليله، لقوا فيهم فيري كومن ان نلاقي ثايرويد اوتو اميون ديس اوردرز. يبقى دي قصة مهمة جدا. وقالوا وومن ويز هايبو ثايروديزم تريتد ويز ليفو ثايروكسين بريور تو اسيستد برودكشن تكنيك شود هاف اسيرم تي اس اتش ليس ذان 2.5، يعني لازم تنزل التي اس اتش الى اقل من 2.5، وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل. سب فيرتيليتي حتى كمان بقى نيجي للاذر سايد بتاع الثايرويد اللي هو الهايبر ثايروديزم، حتى الهايبر ثايروديزم بيؤدي الى سب فيرتيليتي، وده كلام مهم جدا. اذا اصبحنا محتاجين نعرف هاو تو ديل قبل ما نعمل اسيستد برودكشن مع العيانين بتوع الهايبو اند هايبر بارا ثايروديزم. زي ما احنا بنقول كده، ليه احنا بندور على القصه ديت؟ لان فيه نوع من الامباكت على الامبيريو، وفي نوع من الامباكت على المازر، وفي نوع من الامباكت على الاسيستد برودكشن تكنيك تو بي سكسيست. عشان تنجح لازم انا ابقى عارف القصه ديت. واعتقد اتعمل دراسات كبيره جدا، شافوا الناس اللي عندهم تي اس اتش اكتر من 4 وعندهم ثايرويد اوتو انتي بوديز زي الانتي بيروكسيديز انتي بودي، ولقوا ان الناس دي عندها نسبه كبيره من السب فيرتيليتي، وان هم لما نزلوا التي اس اتش الى 2.5 اتحسن الفيرتيليتي اندكس، اتحسن الاوفيريان ريزيرف. فبدانا دلوقتي نظره جديده واصبح من ضمن الروتين ان انا لازم اعمل سكريننج للثايرويد، ومش كده وبس، لازم انا اعمل سكريننج للانتي بروكسيديز انتي بودي، وهنقول الكلام ده بالتفصيل في المحاضره. لكن عشان الوقت انا عامل المحاضره عبارة عن تو فيرشن، الفيرشن الصغير ده اللي يكفي ربع ساعة، والفيرشن الطويل، وهحط الاثنين واسيبهم للدكتورة غادة للي عاوز المحاضرة. أنا عامل محاضرة بالتفاصيل ممكن تاخد أكتر من نص ساعة. فأنا هتكلم على الريكومنديشن، ودي أحدث ريكومنديشن بالنسبة للعيانين اللي رايحين أسيستد يعملوا أسيستد ريبرودكشن. فكاتبين زي ما احنا شايفين كده، وي ريكومند ذات أول وومن seeking medical advice for subfertility should be screened for TSH and antiperoxidase antibody. الانتيثيروغلوبولين انتيبودي ممكن استخدمها، وهنقول امتى الجا اليها.
لكن الاصل ان انا اعمل تي اس اتش وانتي بيروكسيديز انتي بودي. كمان كاتبين كده وي سجست ذات سبفر تايلومان ويز تي اس اتش اكتر من 2.5 اند ويزاوت انكريزد، ما عندهمش انكريزد بقى هنا انتي بيروكسيديز انتي بودي، كل بس تي اس اتش اكتر من 2.5 اكوردنج تو لوكال ريفرنس رينج ار سكرينج فور ذا بريزنس. خلاص انا ما لقيتش انتي بيروكسيديز، هنا بقى اعمل سكرينينج للانتي سايرو الانتي سايروجلوبولين. يبقى دي الحاله اللي انا بعمل فيها سكرينينج للانتي سايروجلوبولين. لو طلع الانتي سايروجلوبولين بوزيتيف هعتبر ان الاكتر من 2.5 ده سب كلينيكال هايبوثايرويديز اند ماست بي تريتد. ويركومند زي ما هم كاتبين كده، وده كلام مهم جدا ودي واخده ايفيدنس عاليه قوي، ويركومند اجينست ذا سيستميك سكرينينج فور ثايرويد ديس اوردر تي اس اتش اند انتي بيروكسيديز ان ميلز. لكن في الفيميل لا، انا بضطر اعمل اوف سب فورتايل، مش ده مش لازم سكرينينج، لكن في حالات في الميل تخليني لازم انا اعمل سكرينينج للثايرويد، ودي اللي هنعرفها حالا. وي سجست سكرينينج فور ثايرويد ديسفانكشن ان مين. مين بقى اللي في المين اللي اعمل لهم سكرينينج؟ اللي عندهم ejaculation and erectile dysfunction or altered semen parameters. هي دي اللي انا اعمل لهم سكرينينج للثايرويد. وي ريكومند الاسيستد ريبرودكشن تكنيك تريتمنت، سواء كان ان فيترو فيرتلايزيشن او انتروسيتوبلازميك سيمن انفيوجن، نوت تو بي ديلايد ان كيس اوف سب كلينيكال اور اوفرت هايبو اور هايبر ثايرويديزم. انا هبدا التريتمنت لكن والعيان ستيل في السب كلينيكال هايبو او هايبر ثايرويديزم ان ذا ميل، الكلام ده كلام مهم جدا، از لونج از سبيرم بارامتر ار نوت سترونجلي افكتد. وده شوف كلام بيكتبوا جايد لاينز حقيقه كانت رائعه الجمال. ويركومند اجينست سكرينينج اول سب فورتايل من and their relatives for thyroid cancer. ده مش مطلوب ان انا اعمل لهم سكرينينج بالنسبه للقصه دي. الريكومنديشن نمبر 7، وي ريكومند من هو ديزاير فيرتيليتي اند نيد تو اندرجو ان ابليتيف دوز، كلام مهم قوي، اوف راديو اكتيف ايودين ابليشن از ويت تو ويت، مهم قوي، ات ليست 120 دايز before attempting conception and giving sperm، سواء لأي تكنيك هعمله الاسيستد ريبرودكشن لازم استنى 120 يوم at least، والكلام ده مهم جدا. We do not recommending holding the radioimmune treatment for thyroid cancer for fertility. مش معقول thyroid cancer اهم، مش أأجل الثايرويد كانسر أأجل الريديو أكتيف أيودين عشان لا أبدأ الأول أدي ريديو أكتيف أيودين وأجل الفيرتيليتي ويحصل ديسكشن مع الفاميلي على القصة دي. however it is advised that fertility issues ما أناقشها مع الفاميلي وبتعتمد على الدوز اللي أنا أديتها قد إيه من ريديو أكتيف أيودين، لو كانت اكتر من 400 ملي كيوري وده لازم تتاجل، او خد مالتيبل سمول دوزز يبقى لازم يتاجل تماما الاسيستد ريبرودكشن اكتر من 120 يوم زي ما قلنا او اتليست 120 يوم. وي ريكومند ذات ريديو اكتيف ايودين تريتمنت فور ثايرويد كانسر از نوت ديليد فور فيرتيليتي، بنعيدها تاني، هاويفر وومن سبيشالي اكتر من 35 سنه should be informed on the impact of radioactive iodine على اللو بيرس ويت. مهم جدا ان احنا نناقش القصه دي مع الفيميل. الموست بريفيرد تكنيك الاي سي اس اي فور ويمن اللي عندهم ثايرويد اوتو اميون ديس اوردر، ده البريفيرد تكنيك احسن من الفيترو فيرتلايزيشن، ده التكنيك الاهم في العينين اللي عندهم ثايرويد اوتو اميون ديس اوردرز. ويركومند ذات ال تي 4 تريتمنت شود بي ستارتد، شوف كلامها بقى، برومبتلي ان وومن ان كيس اوف اوفر ثايرويد ديسفانكشن، مفيش دلع، طالما اوفر ثايرويد ديسفانكشن ما تعملش الاوفيريان ستيميوليشن
قبل ما تعالج الايه الاوفر هايبوثايروديزم. ويركومند الليفوثايروكسين تريتمنت ان وومن والثايرويد شوف اوتو اميون ديزيز اند تي اس اتش ليفل اكتر من 4. ده بنعالجها بنعالجها وشوف الايفيدنس ايفيدنس عاليه جدا ايفيدنس مهمه قوي ان احنا نخلي بالنا من القصه ديت وانك توكي بالسيرم تي اس اتش تحت الاثنين ونص عشان تضمن السكسس بتاع الاسيستد ريبرودكشن. ويركومند ال تي 4 تريتمنت ان وومن وزاوت وما فيش بقى عندي ثايرويد اوتو اميون ديس اوردرز والتي اس اتش اكتر من 4 وده الليفل الاساسي اللي موجود عندنا. يبقى ده اخلي بالي من القصه ديت اني طالما ممكن ابدا التريتمنت ما عندهمش ثايرويد. دي موضوع ديبيت موجود في الريسيرش كبير جدا. ما فيش اوتو اميون انتي بوديز موجوده ما فيش ثايرويد اوتو انتي بوديز والتي اس اتش اكتر من 4 واقل من 10 فده سب كلينيكال هايبوثايروديزم. ابدا تريتمنت ولا لا فيها ديبيت كبير جدا لكن الجايد لاينز دي بتحفز عشان الفرتيل زياده الاوفيريان ريزيرف ان احنا ممكن نبدا التريتمنت. واوصل برضو التي اس اتش الى اقل من 2.5 وسجست الليفوثايروكسين تريتمنت ان وومن وذ ثايرويد اوتو اميون اند بود اند تي اس اتش اكتر من 2.5 اند اقل من 4 وذ الو دوز. عامل ازاي بقى ادي ايه ادي لو دوز ليفوثايروكسين من 25 الى 50 مايكروغرام ديلي بيفور اوفيريان ستيميوليشن وده كلام غايه في الاهميه. وي دو نوت ريكومند تريتنج ايو ثايرويد وومن وزاوت مالش محتاج ان انا اعالج طالما ما فيش انتي بيروكسيديز انتي بودي بوزيتيف ولا انتي ثايروجلوبولين يبقى قبل الاوفيريان ستيميوليشن مش محتاج ان انا ادي اي تريتمنت للبيشنت ده لان بقى روتين دلوقتي بتوع الجينيكولوجي والاوبستريك بيدوا سمول دوز اوف التروكسين بيقولوا انها بتحسن. لا الجايد لاينز اجينست الكلام ده. ويركومند تشيكينج تي اس اتش ليفل افتر اوفيريان ستيميوليشن. لماذا؟ لان انا في الاوفيريان ستيميوليشن بدي ايه بقى؟ بدي هيومن كوريونيك جونادوتروفين ده بدي وبدي جونادوتروفين ريليزنج هرمون اجونست وانتاجونست وبدي بعدهم هيومن كوريونيك جونادوتروفين. والهيومن كوريونيك جونادوتروفين في تشابه بينه وبين التي اس اتش فهيرفع التي اس اتش في البلد فهيديني بيكشر بتاع سب كلينيكال هايبوثايروديزم. فمن المهم قوي ان انا اشوف الليفل بتاع التي اس اتش وصل قد ايه بعد الاوفيريان ستيميوليشن. وي دو نوت ريكومند سيرم تي اس اتش مونيتورنج افتر اوفيريان ستيميوليشن فور اويوثايرويد وومن وزاوت. امتى انا بعمل بقى الكلام ده وامتى بدور؟ لو كان في ثايرويد اوتو اميون ديزيز او العيانين العيانه اوريدي بتاخد ليفوثايروكسين. اذا بعد ستيميوليشن لازم اعمل القصه دي. ويسجست ذات ايو ثايرويد وومن ويز اندر جو اي اني تكنيك شود نوت بي تريتد سيستميكالي. اللي ما عندهمش اوتو انتي بودي ما بيتعالجوش. اخر سلايد ودي الكونكلوجن بتاع المحاضره ودي السلايد ده لو انا حطيتها تكفي المحاضره النهارده فقط وكان ممكن اكتفي بيها لكن انا يعني شايف كده اهوت. لما اول حاجه بعملها بقيس التي اس اتش وبقيس الانتي بيروكسيديز وقد الجا لو الانتي بيروكسيديز نيجاتيف ان اقيس الانتي ثايروجلوبولين. حاجه من اربعه تطلع لي التي اس اتش ممكن يبقى اقل من اربعه اكتر من اربعه والتي اس اتش بين 2.5 واربعه والتي اس اتش بين 3 و 2.5 والتي اس اتش اقل من 3.10. يعني الاثنين دول فيهم هايبر ثايروديزم والاثنين دول فيهم هايبوثايروديزم. لو التي اس اتش اكتر من 4 وفي بوزيتيف ثايرويد انتي بوديز يبقى انيشيت ال تي 4 اند كنترول تي اس اتش بيفور ستارتنج. قاعده جميله خالص وسهله خالص. انا عملت لقيت التي اس اتش اكتر من 4 وفي اوتو انتي بوديز خلاص هبدا التريتمنت بالليفوثايروكسين قلنا 25 او 50 مللي جرام زي ما انا هبدا.
لقيت النيجاتيف الاوتو انتي بودي نيجاتيف هعمل مونيتورنج وتشيك التي اس اتش افتر مش بقى بيفور افتر مش هاجل الاوفيريان سيميوليشن لكن هقيس التي اس اتش بعد الاوفيريان ستيميوليشن هقيس. خلي بالك اللي عندهم بوزيتيف اوتو انتي بودي لازم تشيك التي اس اتش افتر اوتو افتر اوفيريان ستيميوليشن. اجل اخر دقيقه مش دقيقه نص دقيقه التي اس اتش لو في الهايبوثايرويد ليفل بقيس الفري تي 4 وبقيس الفري تي 3 حاجه من اتنين اهوت اما هلاقيهم نورمال وده مش محتاج مني اعمل له اي حاجه قبل الاوفيريان ستيميوليشن. لكن لو محتاج لو لقيت فيه السيروتوكسيكوزيس سواء سب كلينيكال اوفر سيروديكتومي احسن تبوستبون الاسيستد برودكشن تكنيك لغايه ما توصلهم للايوثايرويد ستيت اند ثانك يو.